محلل شؤون الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. أبدأ معك، يعني أولا ماذا يعني هذا التصعيد والتحشيد الإسرائيلي في هذه المنطقة الحدودية، وماذا عن التوقيت أيضا؟ أعتقد أن هذا التصعيد كان حتميا وكان متوقعا. سيكون خطأ هناك سيحدث وسيؤدي إلى التصعيد. رأينا ذلك في أغسطس العام الماضي عندما قررت إسرائيل ضرب فريق من حزب الله في الجولان في سوريا، وبعد هذه الحادثة حزب الله ادعى إسقاط طائرة مسيرة، وكان هناك أيضا عدة حوادث أخرى جرت على الحدود، وحزب الله قال أنه رد على بعض هذه الحوادث. فإذا رأينا هذه الأمور